هنتكلم عنه بعد كده ان القرايه موجهه، القرايه موجهه ومش اي حاجه تقراها. عندك قائمه قراءات، في حاجه اسمها توثيق الكاتب وتوثيق الكتاب. عظيم. هما دلوقتي في مصر ما عندهمش كتاب، ما بيعرفوش يكتبوا، حتى مصطفى منصور كتاباته ايه على قدها يعني. طب يعملوا ايه؟ محتاجين بعض كتب الغزالي، فيقول لك احنا هنوثق. الشيخ محمد الغزالي مثلا، الشيخ محمد الغزالي الذي اعتبر منشقا قبل هذا ثم عاد. هو لا، هو منشق برضه بالنسبه لهم بره التنظيم، بس احنا ما عنديش كتب، بس هو عامل دستور وحده الثقافيه حلو، ومش عارف قذائف الحق حلو كذا كذا. فاحنا هنوثق الكتب دي وتدرس جوه الجماعه، انها مش كل الغزالي تقراه، لان الكاتب نقد للجماعه. صحيح صحيح. القرضاوي نفس الكلام. كان اللي بيكتب لهم الكتب الحركيه اللي بتحرك الجماعه والدعوه الفرديه كان ثلاث كتاب مش مصريين. فتح يكن اللبناني، صحيح، 10 12 كتب بيدرسوا جوه الاسر. سعيد حوا السوري، السوري تمام، دول ماتوا الله يرحمهم. صحيح. عبد الرحمن العالي اللي هو كان بيكتب باسم حركي اسمه محمد احمد الراشد، كان برضو كتبه تدرس جوه الايه الجماعه. الثلاثه انشقوا، الثلاثه انشقوا وعملوا ازمه جامده جدا. مزبوط. ده كتب المسار وصناع الحياه اللي هو محمد احمد الراشد، عبد الرحمن العالي، وسعيد حوا كتب تجربتي واتكلم ان هم ورطوه في موضوع حمام وكلام من ده، وسعيد حوا كتب الايدز السياسي وانتقدته. فهو ازمه. انت عارف يعملوا ايه بعد كده؟ دول لجنه تاخد من فتحي يكن وتاخد من سعيد حوا وتاخد من الحاجات اللي هم عايزينها يعني، ويحطوها باسم واحد مات.